الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. أحبتي في الله، السلام عليكم. بغيت نطلب قبل ما نبدي في الفيديو، بغيت نطلب المشاهدين أنهم يكملوا الفيديو حتى النهاية ديالو، باش هكذا باش ما يضروش القناة، والله يجزيهم بخير. واليوم إن شاء الله غادي ندير واحد الطويجينة سهلة واقتصادية وفي متناول الجميع ومعروفة عند المغاربة كاملين، وهي الطاجين بالبصلة والزبيب وطبعا الدجاج. كنديرو لوليداتي وكيجي رائع، والمكونات هي سهلة. هنايا عندي العطرية، عندي الزنجبيل معلقة صغيرة، والفلفلة كحلة ولا حبة كحلة، وعندي الخرقوم الملحة، عندي واحد شوية ديال العطرية ديال مروزية اللي عندك، ما عندكش ما ديريهاش، نص معلقة وصافي، والقرفة مطحونة. وعندي هنايا الطريفه تاع الدجاج، كل واحد يدير على حساب العائله ديالو. عندي كاس مع مرش ديال الزيت، انا راني مخلطها بين زيت الزيتون وزيت المائده، واللي ما عندهاش دير غير زيت المائده. وهنايا البصله، هذه بصله كبيره غير مشلضاها عاديه، وواحد العود تاع القرفه، معلقه كبيره ديال سكر كلاص، سكر سنيده، سكر حبيبات، الاخر الزبيب راني مرطباته في الماء واحد شويه، وانايا غادي نزيد معاه البرقوق. المهم الزبيب راني مرطباته، غادي نزيد معاه البرقوق، كيعجبني الطاجين وحتى وليداتي كيعجبهم الطاجين بالبرقوق، وكيتواتاو ويجيو رائعين. وهنايا عندي ثلاثه نتاع البصلات كبارات، دايرهم هكذا مشلضاهم كبار. غادي نبدي انايا، ما عنديش الوقت لان راني خارجه، وغادي ندير طاجين. مهم ما غاديش نشحر اللحم ولا نقلي اللحم، ولا غادي ندير ضربه واحده. درت وهاد الطاجين غادي نديرو بطريقتي انايا، لان كل وحده وطريقتها. درت البصله ودرت معها شويه ديال الزيت، هذيك العطريه غادي نديرها ونزيد عليها حتى هي شويه ديال الزيت ونخلطها فيها، فاش نقو ان ندير نتبل داك الدجاج وندخل له ديك العطريه مزيان مزيان. وكما قلت لكم اللي كان عندها الوقت، هنا نسيت الثومه، ما درتش الثومه. المهم ما قطعتش الثومه ودرت غير الثومه بودغ، الثومه غبره واحد شويه، ولا هكا نص معلقه صغيره. هنا من بعد ما تبلت الدجاج ديالي كامل، غادي نحطه مباشره في الطاجين. واللي عندها الامكانيات باش دير الطاجين ديال بالفاخر، دير الطاجين بالفاخر احسن، كتجي الاكله احسن. كما قلت لكم مباشره غادي ندير البصله هنايا، غادي نقومها في البصله، غادي نديرها هنايا، غادي حتى هي ندير لها شويه ديال العطريه باش تدخل فيها ديك العطريه كامل. واللي مهم في هاد الطاجين انه ما كتزيدي حتى التجغمه ديال الماء، يعني ما كتزيديش الماء، غير ديك البصله كتطلق الماء ديالها، وكيجي رائع رائع بمعنى الكلمه. انا كنديرو بزاف، خصوصا في رمضان كنديرو للعشاء، ولادي كيبغيوه بزاف هكذا في العشاء، وكيجي زويون. المهم راكم عارفين دائما حنا كنتبعوا الحاجه الحلوه هكذا. دركا غادي نغطي عليه وغادي نخليه، زدت عليه داك الشويه تاع زيت الزيتون وزيت المائده اللي كانوا باقيين، غادي نغطيه وغادي نخليه حتى نرجع، راني خارجه كما قلت لكم، حتى نرجع ونزيد عليه هاد الحويجات هادو، وغادي ان شاء الله الرحمن الرحيم غادي تشوفوا كي غادي يكون. هيا من بعد ما طاحت ديك البصله ودخلها الطياب، هانتوما تشوفوا الروى اللي فيها ولا المرقه اللي فيها، ما شاء الله كتطلق وكتجي زوينه. زد داك الزبيب هكذا وداك البرقوق نزينوا به هكذا، وكاين اللي كيدير حتى المشمش اليابس، يعني على حسب كل واحد. هي في الحقيقه كاين غير الزبيب والبصله، ولكن كاين اللي كيزيد اضافات. انا كيعجبني البرقوق، درت فوقو ديك المعلقه ديال السنيده. وهنايا راني كنت نسيت القرفه، ما درتهاش، هي غادي نديرها هنايا واحد نص معلقه هكا، نديروها فوق الزبيب هكذا اللي كيتواتى مع القرفه، وصافي غادي نسد عليه على ما يطيب وتنشف شويه ديك المريقه، وغادي يطيب وغادي يجي رائع رائع، وصدقوني رائع بمعنى الكلمه. هانتوما تشوفوا الشكل النهائي ديالو، كيجي رائع ويجي لذيذ 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 بزاف. ما تعكزوش عليها البنات، راها البصله رخيصه بمعنى الكلمه.
هادي وقتها تجربوه بالصحة والراحة، وعواشركم مبروكة. ونشكر الأخوات والإخوان اللي معايا في القناة، ونقول لهم الله يجازيكم بخير والله يجعلها في ميزان حسناتكم. واللي يدخل أول مرة القناة ما ينساش يدير الاشتراك. وشكرا للأصدقاء القدامى والجدد، واستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.